أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أبطلت روسيا مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وأمريكا لإدانة استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في سوريا، كما صوتت بوليفيا بدورها ضد المشروع، فيما امتنعت كل من الصين وكازاخستان وأثيوبيا عن التصويت، فيما أيدت باقي الدول بالمجلس مشروع القرار. دانت كل من فرنسا وبريطانيا استخدام روسيا لحق النقض الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية. وعد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن روسيا تتحمل مسؤولية ثقيلة بعد استخدامها حق الفيتو، متهما موسكو بأنها تحمي حليفها الأسد وتعرقل بصورة منهجية التوصل إلى حل في سوريا. كما أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن استيائه من لجوء روسيا إلى الفيتو، وقال جونسون إن هذا الأمر يظهر أن حجة روسيا خاطئة. أعلنت غرفة عمليات قوات غضب الفرات في بيان لها بدء المرحلة الرابعة لتحرير ما تبقى من الريف الشمالي ووادي جلاب من مقاتلي داعش تمهيدا لتحرير مدينة الرقة السورية. وأضاف البيان أن المرحلة الثانية ستتم بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية وبدعم جوي مباشر من قوات التحالف الدولي. أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي شن ضربة جوية استهدفت تجمعا كبيرا لداعش في قضاء الحذر بحسب ما نشره موقع السومرية نيوز. وأضاف البيان أن الضربة أسفرت عن قتل ما يقارب من 15 فردا من داعش، من بينهم 3 من القادة وهم مسؤول ما يسمى بأمنية الحذر ونائبه والمسؤول الإداري لما يسمى بولاية الجزيرة، وإصابة آخرين بجروح كانوا ينوون شن هجوم على مناطق مختلفة. سيطرت قوات الشرعية اليمنية على البوابة الغربية لمعسكر خالد بن الوليد وتلال تطل على المعسكر الواقع غربي محافظة تعز. يأتي هذا التطور بعد أن حققت قوات الشرعية بدعم من قوات التحالف العربي إنجازا عسكريا نوعيا وكبيرا من خلال السيطرة الكاملة على جبل النار شرقي مدينة المخا وجبل نابطة ومفرق موزع بالقرب من المعسكر، ما أتاح قطع خط إمداد رئيسي للميليشيات الحوثية في جبهات عدة بالنظر إلى ربط الجبل بين محافظتي الحديدة وتعز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.